لكن تفتكر يا شكري ان ابو عاطو هيرجع يشتغل ابن ليل تاني؟ تسلم ايدك يا حماتي، انا شخصيا ما اقدرش احاسبه على تفكيره، لكن لو خالف القانون وحياه امل منعته. طب مش خايف؟ ايه اخاف مجرم؟ بس حاول يقتل زميلك قبل كده؟ ايوه بس خد جزاء ولا ايه؟ تسلم ايدك. لا تخافت قوي. في السبب يا حبيبي. معلش تصبح على خير. انت اللي هاجم. ما هو بدري يا شكري. معلش يا عمي متشكر. تصبح على خير. وانت من اهله يا عمي. مع السلامة يا شكري. خد بالك من نفسك. ما تقلقيش عليا. تصبح على خير. انت من اهله. يوم ما دخل ابو عطوه السجن كنت انا لسه عيل صغير. كبرت وانا بسمع حكاوي كتير عنه انه جبار ومرعب. عشت وانا بحلم باليوم اللي هيخرج فيه من السجن عشان يرددوا الناس اسمه في رعب وخوف. لكن ابو عطوه خذلني يا نعناع. خرج من السجن فهو صغير. من حتة ظابط جرجروا للاسم ضيع حبته قدام اهل البلد. الناس دلوقتي بيقولوا ان خلاص ابو عطوه انتهى. بزياده شرب بقى يا عبد الرحمن مش كده امال. سيبيني سيبيني يا نعناع احسن قلبي مجروح وعقلي تايه. يا عبد الرحمن استرها يا رب. جاسر قلبي معاك يا جاسر. قلبك مع الضعيف لكنني لا لا يا سعدية. لكن انا السبب في كل اللي حصل لك. انت ايه ذنبك بس؟ مش انا اللي حرضتك وقلت لك ما تسيبش ارضك لابو عطوه. ومين قال انني هسلم ارضي ومش هنتقم من اللي حرقها؟ ما هاني كمان مخي هيتبرجل اذا كنت سامع ابو عطوه وابني وهو بيهدد ابويا اللي هيحرق البلد. يبقى ازاي كان بيصلي والشيخ الجامع يشهد على كده؟ التمثيلية عاملها الظابط عشان يبعد الشبهة عن أبو عطوة. وإيه مصلحته في كده؟ عشان يخلينا أسلم وأدي لأبو عطوة أرضه. لكن لا يا سعدية، أنا هحرق قلبه زي ما حرق أرضي.